اقسم بالله كان نلقاك حرقان احرق كان نلقي اقسم بالله حرقه تحرق في العمر هذي علي عقيل ما كان انت سمحني ام في العمر هذي تقولي انا نحرق انا نحرق دمرت على صغر سني بالحق انا عمري 32 سنه اي انا عمري 32 سنه جيبز الصغار ووقفت مع الجيب السمير اللي جينا زيد يهبطنا تحت الصفر اللي جيني هبطنا تحت الصفر. احنا طاوم عشو ولا تحت الصبار احنا زويولة احنا يعفسوا فينا ويتعدوا انا ريتني ساكنة في بيت وكوجينا فهمت كيفاش كان فاهم راسي انا ولدي قال يعطيني مدنينة يا ماما قلت له وليدي مازالت مش موجودة مازالت توكي تبدا فما موجودة الغلطة ونشري لولدي مسالش فهمت اللي هو راها وصاي وشافها اما شو نقول له انا كي نهبط المرش نشري ماكل كودس شوي كودس 500 من غاديك كان وصلت عليها كودس ما تقصد سلعه سقاطه اللي يخليوها معناتها يعطيك صاحبي يبيعوها مثلا كزويبل كيف كيف كديس 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 شوي بطاطا شوي طماط ويا ربي نخلت عليه تعبت تعبت ما عادش نجم صبري مشي في الريح صاي ايام قبل كانت الام التونسيه تبيع المسوغ نتاعها يعني الذهب نتاعها باش توفر قرايه صغارها باش تامن قرايه لصغارها ولكن اليوم تبدلت المعطيات نجم نقولوا اليوم ولات الام التونسيه تبيع ذهبها وتبيع ما لديها الكل باش توفر حرقه لصغارها اليوم الطامه الكبرى الام تبيع ذهبها باش تعطي لولدها يحرق شم على خاطر الدنيا هذه تشوف فيها ترقد مثال الصباح تصبح حاجه جديده علاش لان السكر وين زيت وين لا اله الا السميد الاساس السميد احنا ناكلو ميسيرش نطيبو خبز ناكلوه عادي نتعشوا به شويه زيت كان خلطنا عليه زيتون كان خلطنا عليه كنا ناكلو بالزيتون فينو شويه زيتون فين الزيتون ما حد شايف في تونس انا ريتني لو كان نلقى فين باش نحرق تو نحرق انا نحرق ونحرق انا نحرق اي انا نحرق اقسم بالله كان نلقاك حرقه نحرق كان نلقي اقسم بالله حرقه تحرق في العمر هذي علي عقيل ما كان انت سمحني ام في العمر هذي تقولي انا نحرق انا نحرق هذي بلادة يا نموت يا نحي يا نعيش لاباس يا نموت عادي انا عندي زوج صغار عندي بنيه ولي برشا حاجات نقصتها فين انا تو نفركس على خدمه نفركس على خدمه ايه ما لقيتش خدمه لا حول ولا قوه في باش نخدم انا خدمت البلاستيك على صغاري مشيت شركه فلس مشيت على روحي من الوضع هذا تاع بلادنا هذا اي في باش نخدم انا ما لقيتش باش تخدم بالنيفو ما قريتش الله غال اش باش نعمل انا مني باش نوكل صغاري انا كان نلقى حرق نهز صغاري ونمشي نهز راجل نهز صغاري ونمشي من البلاد هذه بلاد حب باش تاكل اعطيني باش ناكل فيها البلاد هذه اعطيني فما زيت فما سكر خضره غاليه الطماطم ب 3000 بطاطا 5000 شنو باش ناكلوا مأساة معناتها اليوم التونسي يعيش في مأساة يعطيني انا واحده من الناس طلبت اني باش نحرق عليه الزعمة لان هي بلادنا هذه تحت الصفر طاحت لا حول ولا قوه ما عندناش باش نعيشوا صغارنا يا خوي اسمع انا واحده من الناس راجلي يلم في الدبوزه حتى الدبوزه مانيش خالطين عليها احنا الدبوزه مانيش خالطين عليها انا باش نخرج نلم شويه خبز فينو حتى تونس فرغت بالدبيبز من الخبز كلها لاباس عليهم لاباس يلم الدبوزه العزوزه تلم الدبوزه الراجل الكبير يلم الدبوزه عليه الصغير يلم الشباب وقت تلم في الدبوزه والخبز فين صارت هذه فين ما عادش خالت عليها انا الدبوزه باش نلمدها اليوم انا مصدوم كي نسمع ام تونسيه كي نسمع امراه تونسيه معناتها ما شاء الله عليك في العمر هذا وتقول لي انا باش نحرق انا مصدوم كي تقول لي بلادي ما عطتني شيء وانا نستنى توا تجيني فرصه نهز صغاري والمسيو ونقصد ربي نمشي ما تلفتش ورايا ما تلفتش ورايا علاش باش نتلفت فين الدولة؟ فين تجيك تحكي كلمتين في الأخبار وتمشي؟ أعطيني الفاعل مسيرش أعطيني الفاعل فين الدولة؟ فين شباب ضاع مشى ميت الله يرحمه مشى على روحه ارتاح منها تونس حتى اللي ميت الله يرحمه ولو يكون كان مش شهيد هذا على خاطر الدولة جوعاته وخليته أنه يضطر باش يسافر ويمشي ويهاجر قلت لي يضطر هو اللي نجم يقول ميلزك على المرك الامر منه اليوم تونسي تخنق بالحق اليوم تخنقت انت لا انا واحده من الناس مخنوقه انا فيش نعمل هنا تو فركس على خدمه فيش تعمل هنا فركس على خدمه ما لقيتش خدمه من جيت انا جيت من الكباريه انا اصلي من القصريه ران
مع رسم الزوجة هنا في بالي باش نلمد عيلة ونكون أسرة باهية. وكل أنا صغاري يقرأ واحد سنة أولى واحدة سنة ثالثة. أنا كي نخلط تتعاون فيا حميتي يرحم والديها تعاون فيا باش تشري معايا الملتزمات بتاع صغاري، هي بالحق هي واقفة معايا مساندتني أني أنا باش نشري سبادري ولا كراسة. تي أنا كل يوم مثل يطلبوا علي ما نلقاش به، علاش أنا الفركس على خدمة؟ لخاطر صغاري ما لقيتش باش نوفر لهم المواد اللازمة في المدرسة، فهمتني؟ ما لقيتش باش ورقة مثل مطبوعات ما عادش عندي باش نطبعها أنا. هي من القرا ديجا ماهمش يقراو تو، والله خير ما خير ما عادش فاهم هي علاش باش نقرا؟ وين المستقبل بتاع تونس باش نقرا فيه؟ اعطيني مستقبل به في تونس نقرا. اليوم قاعد تقول في كلام صادم، قاعد تقول في كلام خطير برشا. معناتها انت قلت سامحني، انت قلت اي خير مادام خليهم يقعدوا ما يقراوش صغار خير، خاطر ما عنديش نوفر لهم. فين المعلمين؟ ريت تونس قداش ناقصه من حاجه، المواد الاساسيه كل نتاع المعيشه مش موجوده. به اوكي القرايه المعلمين ماهوش موجودين، علاش باش يمشوا يلعبوا يروحوا؟ خلي يشدوا الدار ويلقوا. علي انا نقعد نشري في المطبوع وهم يمشي يلعبوا يروحوا بها؟ يعطيني باش نوكلهم انا صغار، يعطيني نوكلهم باش نشري لهم مطبوع ما عرف شنو، المعلم مش موجود. عليه هاي قالت لك الساشية عندها في السبيرات 200 فرنك، فهمت كيف 200 بالحق؟ انا المغازا ما ندخلهاش مانيش قادر عليه. انا كي نهبط المرش نشري ماكل قدس شوي قدس ب 500 من غاديك كان وصلت عليها. قدس ما تقصد سلعه سقاطه اللي يخليوها معناتها يعطيك صاحبي يبيعوها مثلا كزويب كيفي كيفه قديس شوي بطاطا شوي طماط ويا ربي نخلت عليه ما نخلطش عليه. الغصه اللي في كلامك شنو سرها؟ سرها دمرت على صغر سني بالحق. انا عمري 32 سنه. 32؟ اي انا عمري 32 سنه جيب زوج صغار ووقفت مع الجيب السميح اللي انا نحب الصغار مانيش جايبه ما عادش يزي منين باش نعيش؟ ما حتى نعيش روحي بالحق راوي تونس تندب عليها تبكي صباح وليله. خاطر كنا في وضع صبحنا في وضع في بالنا جينا رئيس جديد باش يحسن لنا العيشه نتاعنا يا اخي اللي جينا زيد يهبطنا تحت الصفر، اللي جينا يهبطنا تحت الصفر. احنا توا معش ولا اللي تحت صبات احنا زويوله، احنا يعفسوا فينا ويتعدوا فهمتني؟ ما عادش المتوسط مش موجود، مش موجود المتوسط. انا مش محقوره الحمد لله يا رب، نعيش صغاري بالذريع والحمد لله. ام اعطيني خدمه نخدم فهمتني؟ انا ما نحقرش روحي ما نحبش كون نحقر لي، انا نحب نعيش كيف الناس واقل من الناس ما يسالش. نحب طبقه متوسطه اعطيني طبقه متوسطه. انت قصرينيه حره، انت بالحق قصرينيه ونفتخروا بيك. الناس الكل حره، خيرت تخدم بحلالك ما خيرتش تعمل الحرام. قلت ليه نتعب ونخدم على صغاري وكان لازم ناكل عليهم الحجر ونقل عليهم الحجر باش نوفر لهم المعيشه الكل. وقلت زاد اما راني سيد عبد، راني ما عادش نجم، راني كان نرقى حرقه راني نهز صغاري ونخرج. والله 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 بالحق الكلام اللي قلته كل راهو صحيح وراهو من قلبي. ما تعطونيش فلوس، اعطيني خدمه كهو، اعطيني نخدم على صغار، اعطوا الراجل خدمه بطال شاد الدبوزه مش موجوده، الخبز مش موجود باش نعيشوا منه. اعطونا خدمه بالحق، نطلب من الدوله تعطيني خدمه نخدم بالحلال انا وراجلي. ما تعطونيش انا تو نشد صغاري ما يصيرش، اعطوا الراجل خدموا راجلي ما يصيرش مسكين. عليه انا تو نحبك ما تمشي من هوني الا ما تقتنع وتنحي فكره الحرقه هذه من مخك، على خاطر سامحني يا اختي مازلت صغيره في العمر، باش تمشي غاديك شو باش تعمل؟ تمشي غاديك مش تلقاها جنه، راك تتعب فما كان الموت مش تلقى خدمه. سيرش والله نموت ولا العيشه هذه؟ الدرجه هذه سامحني نموت ولا العيشه هذه؟ حط روحك في بلاصتي، يجيك صغيرك الصباح صغار تو شنو تحب تاكل؟ تحب تاكل مثال شويه حليب جبن، نمشي نجيبوا الحليب خلط على السميد وعلى الزيت وعلى ما عرف شنو، غله فين الغله؟ ما اعطونا شويه غله بربي، فين الغله؟ مش موجوده جمله، انا ما ريتهاش الغله بالحق. انا ولدي قال لي اعطيني مدنينه يا ماما، قلت له وليدي ما الزيت مش موجوده، ما الزيت ما طلعتش من اصله، فهمت كيفاه؟ سامحني تخبي على صغارك بخاطر شتاه باش ما توفرلوش على خاطر مش موجود. توكي تبدا فما موجود الغله تو نشري لولدي ما يسالش، فهمت اللي هو راها وصاي وشافها. اما شو نقول له؟ جاتك ايامات وبت فيهم جيعانه؟ جاتك ايامات وبت وصغارك جيعانين للشر؟ الحمد لله الحق ما بت جيعانه ما جوعتش صحيح، اما ماهوش كل مثال نقولوا احنا عايشه كيف ما نحب
كيما تحبس غاري. الحمد لله حتى كي باش نجوع مع شنو عندي شكون ما يخلينيش، مثال ام راجلي ساكنه معايا في الدار، فهمت كيفاه؟ هي لوتو احنا الفوق ساكنه، انا ريتني ساكنه في بيت وكوجينا، فهمت كيفاش؟ كي انا فاهم راسي، لو كان تشوفوهم تقول لك ايش عايشه فيهم، فهمت كيفاش؟ اضطريت باش نبعد على الكراي باش ننجم على قليل نعيش صغاري، نعيشهم يسالش خليني نعيش صغاري، فهمتني انا علاش رضيت اني انا باش نسكن هكاك؟ ما نجمش الكراي، الكراي ما نجموش. قل لك للصبر حدود. الصبر حدود. وانت قبيك قلت لي راهو صبري وفيه، راهو نفذ صبري، ما عادش عندي صبر. الصبر حدود. ايه الصبر عنده حدود. انا الصبر مشي على روحه، صبرنا قد ايه 32 سنه واحنا صابرين على الدنيا هذي، شنو واش نحبوا نعيشوا، ما عادش نجم نعيش في بلادي، كل شيء مش موجود في بلادي. تعبت. تعبت، ما عادش نجم. صبري مشي في الريح، صحيح. يا سيد الرئيس شوف لي حل، اعطيه خدمه لراجلي اكاهو، مانيش طالبه منك حتى شيء، الغلي وقت كي تجي خدمه نشري كل شيء ما يسالش، فهمتني؟ اعطيني مواد رزق اني انا باش نعيش فيها انا وصغاري، نحب نعيش اكاهو هذا ما نحب.